ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو الاولاني كان جولي جايبة واحد. انا حبيت بس اوريكم الكلبة بتبقى عاملة ازاي وقت الولادة، وحالة الجنان اللي بتجيلها، ومدى الالم اللي بيبقى عندها. هسيبكم تتفرجوا بالراحة كده. جولي العقل الراسي حصل لها ايه؟ شاطرة يا جولي، شاطرة. طبعا لازم تشجع كلبتك باستمرار كده. هو الطلق طبعا بيتعبها جدا، على فترات كل 2 3 كده بيتعبها جدا. شايفين بتنهج ازاي؟ شاطرة يا جولي، شاطرة يا جولي. شايفين هي مش على بعضها ازاي؟ شايفين هي ازاي مش على بعضها؟ لدرجة ان انا مش عارف ادي لها حقنة الطلق، وقلت اسيبها كده ايه على الله. ده الدم طبعا من مطرح الولادة الاولانية. شاطرة يا جوجة، شاطرة يا جوجة. خدت ماكس حتى نزلته تحت عشان قلب الدنيا، مش ساكت هو. خدته ونزلته تحت عشان الجو يبقى هادي. عادة الكلاب بتولد في الميعاد دوت يا جماعة، متأخر بالليل كده يا جماعة في الهدوء. هي كده ان شاء الله على وشك تنزل التاني بإذن الله، كله بأمر الله. طالما خدت الوضع ده، طالما أخدت الوضع ده يبقى على وشك إن شاء الله. والله أنا قلبي بيتقطع وهي تعبانة كده. طبعا الكلبة ممكن تاخد 2 3 4 ساعات بين الكلب والتاني، أمر طبيعي جدا براحتها خالص. هي لما وراكها ولا عارفة اديها حقنة عشان اهون عليها، حتى الموضوع ده مش عارف اعمل لها اي حاجة يعني. رغم ان انا بلمسها عادي وبلمس الجرو عادي، مفيش اي مشكلة، بس عشان تديها حقنة في وضع هي هايجة فيه زي دوت ومش مركزة، هيكون الموضوع صعب جدا عليها مش عليا. انا مش عايز اقلقها. شوية كده وهيديك الأبطال تاني يتعبها كمان شوية. دلوقتي شايفين بتلحسوا ازاي؟ اللحس ده يا جماعة بيدفي الجرو وبينشط الدورة الدموية عنده وبيدفيه. مش هطول عليكم بقى، لأن عشان متقعدوش تصبروا لحد ما تولد. أشوفكم على خير إن شاء الله.